أسرار صندوق الأزرار. اسمي زهراء وتناديني جدتي زهرة. أنا أحب جدتي كثيرا وأحب أن أزورها أيام العطلة. ما أجمل بيت جدتي العتيقة، إنه مليء بالحكايات والأشعار، وفيه يلتقي الأقرباء والأحباء، ودوما يغمره الفرح والمرح. ذات يوم دخلت غرفة جدتي بهدوء. لفت انتباهي ثوبها وشالها المعلقان داخل خزانتي. عجبتني الرسومات المطرزة المتنوعة الألوان. خطر ببالي أن أرتدي ثوب جدتي وخشانها. بينما كنت أحاول إخراج الثوب، ارتطمت يدي بصندوق صغير. سقط الصندوق على الأرض وتناثرت منه الأزرار. أخذت تتلألأ وتلمع في الغرفة. انزعجت وارتبكت قليلا. وفي حالي دخلت جدتي قائلة: يا شقية، لقد كشفت الأسرار. أمسكت يدها وقلت: آسفة يا جدتي، أنا لم أقصد ذلك. ابتسمت جدتي وردت قائلة: لا تحزن، تعالي لنجمع هذه الأسرار. قلت لها ضاحكة: ما أجمل هذه الأسرار، لماذا تحتفظين بها يا جدتي؟ ردت جدتي متنحدة: لكل زر من هذه الأسرار حكاية. انظري، هذا لامع وصغير، وهذا دائري وكبير، وهذا خشبي، وهذا معدني، وهذا بلاستيكي. لقد أعجبني شكلها ولونها وملمسها، لكنني جمعتها في هذا الصندوق للذكريات التي يحملها كل زر. قلت لجدتي بلهفة: حدثيني يا جدتي، ما حكايتها؟ انحنت جدتي قائلة والتقطت زرا أزرق لامعا وقالت: سقط من فستان خطبة عمتك حمام وعلق بشعري حين قبلتها وأخذتها بالأحضان. ثم تناولت زرا صغيرا برتقاليا وقالت: إنه زر قميص خالك جميل، سقط منه وهو عندما كان يحاول أن يقطف عنقود عنب في بستان بيتنا القديم في مدينة الخليل. ثم رفعت زرا بريا وقالت: هذا زر بنطال ابن عمك بهاء، سقط منه وهو يلعب في بناء بيتنا مع ضياف. وهذا زر بلوزة خالتك ميسون، لقد فقدتها عندما كانت تضع الطعام على قطة الهدوء تحت شجرة الليمون. وهذا زر مات في جارنا جمال، وقع منه وهو يحاول أن يقتل ثمار البرتقال. أسرار صندوق الأسرار. ذهبت إلى منزل جدة العتيق، إنه مليء بالحكايات والمرير. دخلت غرفة جدتي الهادئة، لفت انتباهي شالها في الخزانة. ارتطمت يدي بصندوق صغير، وقع القليل من الأسرار لا بل الكثير. دخلت جدتي وقالت: كشفت الأسرار. فقلت: بماذا تحتفظين بهذه الأسرار؟ كل زر من هذه الأسرار حكاية. ردت جدتي متناهدة. فرحت وبدأت أردد باستمرار: أسرار أسرار صندوق الأسرار.